في هذا المكان نشأ وترعرع الرئيس الراحل هواري بومدين. هذا هو منزل الرئيس الراحل هواري بومدين كما ترون. هنا نشأ الرئيس. في هذا البيت الآن نحن من أمام منزل الرئيس الراحل هواري بومدين. أيضا نطل على هذه المناظر الخلابة بمدينة جالما. إنها الجزائر وليست أوروبا ومكان آخر. جالما كما ترون.